عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني التواجد معكم اليوم في هذا الحفل التكريمي على شرف الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية التي ستجري فعالياتها بطوكيو من 23 إلى 8 أوت 2021. وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لي أن أعرب عن فخري واعتزازي بالنتائج المشرفة التي حققها رياضيونا في المنافسات التأهيلية للألعاب الأولمبية، سواء من حيث عدد المتأهلين أو من حيث طبيعة التخصصات الرياضية المتأهلة، حيث سيمثل الجزائر ما لا يقل عن 44 رياضيا و14 فيدرالية في 14 تخصص هي ألعاب القوة، التجديف، الكانوي، كاياك، الدراجات، السباحة، رفع الأثقال، الملاحة الشراعية، الملاكمة، تنس الطاولة، الرماية، المسارعة المشتركة، المبارزة، والكاراتي والجيد. كما ستعرف الجزائر أول مشاركة في تاريخ الرياضة الوطنية في تخصصات الكانوي كاياك والرماية والملاكمة النسوية والكاراتي، فضلاً عن مشاركة عدد قياسي من الرياضيين في تخصصات أخرى هي المسارعة المشتركة بثمن رياضيين وفي المبارزة 4 رياضيين أيضاً. وعليه أتقدم إلى كل الرياضيين والرياضيات المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية باسمي الخاص وباسم كل إطارات قطاع وزارة الشباب والرياضة، أيضا باسم كل السلطات العمومية في البلاد، بالتهاني نظير تأهلهم عن جدارة واستحقاق لهذا المحفل الرياضي العالمي، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق في المناسبات في المنافسات التي تنتظرهم بما يليق بسمعة الجزائر ويرفع الراية الوطنية عاليا. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بالمجهودات التي قامت بها اللجنة الأولمبية وعلى رأسها السيد حماد عبد الرحمن، وكذا مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بالتحضير لهذه الألعاب وكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج من إطارات ومسؤولين وأطقم فنية وطبية وجمعيات رياضية. سيدات والسادة الأفاضل، إن هذه النتائج الرياضية المتميزة ليست وليدة الصدفة، وإنما نتاج التحضير المحكم والمرافقة الجيدة والتنسيق المستمر بين قطاع الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية والاتحاديات الرياضية الوطنية، التي مكنت من توفير الظروف المثلى لتحضير الرياضيين ومشاركتهم في المنافسات التأهيلية، سواء على الصعيد الرياضي أو فيما تعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتفضل معنا أيضا رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية السيد حماد عبد الرحمن في كلمة أيضا تحت تنسيقات الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد وزير شباب ورياضة، سيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، سيدات سادة رؤساء الاتحادات إطارات وزارة الشباب والرياضة، السادة الحضور، إخواني الرياضيون، جد سعيد بتواجدي معكم في هذا الحفل البهيج قبل توجهكم نحو اليابان للمشاركة في ألعاب طوكيو. يجب الإشارة أنه بالرغم من الصعاب المرتبطة بجائحة كوفيد تمكنتم من إحراز بطاقة التأهل بكل جدارة واستحقاق. نحيي شجاعتكم كرياضيين رفيع المستوى، لكم شرف تمثيل بلدكم الجزائر في هذه الدورة الأولمبية، حيث ستجعلون العلم الجزائري يرفرف عاليا خارج حدودنا بين الأمم. إن عيش هذه التجربة تعد من أهم اللحظات في حياة أي رياضي. نحن جد واثقون على أنكم ستبذلون قصارى جهدكم لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل، وستكونون بحق أحسن سفراء للجزائر في هذه المنافسة، وبتصرفاتكم
التي ستبهرون بلا شك شيم الشعب الجزائري الأبي. يحيى تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. De la pression, de la pression, de stress, non, pour vous stimuler. Il y a les Indiens, les Algériens, les Algériens, tout le monde. وعندكم فريق من الإطارات ومن الرياضيين السابقين والإطارات المدربيات اللي راحين يرافقوكم ويتابعوا كل الاحتياجات تاعكم اللي تقدر تكون ميدانية. انتوما برك فوكس وميسيو تاعكم، عندكم حتى حاجة بزاف سوري هذاك ما قريل سكيفوكم ميزيو لكم فيموس ميزيو كيسير لي با تبقى على عاتق السيدة رئيسة البعثة والفريق الذي يرافقها. C'est eux qui prendront en charge tout ça. Vous, concentration, les médailles. Pour vous stimuler. Mais il y a pas de charge à faire pour le faire dans le niveau de GSK, qui sont au niveau de l'autonomie. Il y a quand même une défaite. C'est moi une défaite avec beaucoup de fois. C'est pas tout le monde qui joue la finale. Votre monde dit, c'est pas tout le monde aussi. Mais tout le monde qui joue le top club. Maintenant, vous êtes l'élite de l'élite. في هذه المناسبة السعيدة التي أبينا إلا أن ننظم هذا النشاط واللي هو نشاط في الحقيقة تشجيعي للرياضيين والرياضيات الذين تأهلوا لأولمبياد 2021 بطوكيو، ومن خلالهم ربما بث رسالة قوية للأسرة الرياضية بصفة عامة، واللي هي تكون قاطرة لزرع الأمل في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر ويمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، للقول أنه نعم الحياة تستمر ونحقق النجاحات ونحقق ما كل الأعمال التي من شأنها أن تعطي صورة مشرفة للجزائر في المحافل الدولية. لقد حظيتم بشرف أنه رئيس البعثة تكون بطلة الجزائر السيدة حسيبة أبو المرقة، يعني هذا الشرف للرياضيين. تحية أخرى لهذا النخبة وتحية تشجيعية.